وأخيرا وبعد سنوات عديدة إبراهيم دياز اختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي. سنوات طويلة قضتها الجامعة الملكية المغربية والمدربين اللي شرفوا على تدريب أسود أطلس من سنة 2019 إلى وقتنا الحالي باش يسدوا ملف هذا اللاعب ويكون ضمن تشكيلة المنتخب. إبراهيم دياز كان هدف رئيسي لرئيس الجامعة الملكية وكذلك للمدرب الحالي للمنتخب الوطني وليد الركراكي. ومن بعد مسلسل كان ممتد لطيلة 5 سنوات الأخيرة، أخيرا الحلقة الأخيرة منه كانت يوم 10 مارس سنة 2024. ويمكن في السنين الأخيرة كان من أكثر الأسئلة اللي طرحات ما بين مدربي المنتخب وكذلك ما بين الصحافة والجمهور هو واش دياز غيحمل قميص المنتخب الوطني المغربي أو قميص المنتخب الإسباني. واليوم عرفنا الإجابة دياله. إبراهيم دياز واحد من أفضل اللاعبين حاليا في ريال مدريد وفي نادي إي سي ميلان سابقا، لاعب اللي كيمتلك العديد من الخصائص والمميزات اللي غتساعد المنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة سواء كأس أفريقيا واللي غتنظم في المغرب العام القادم إن شاء الله، وكذلك تصفية كأس العالم 2026 واللي غيتنظم في 3 دول مختلفة لأول مرة واللي هما الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وأول ظهور لهذا اللاعب مع المغرب غيكون في التوقف الدولي المقبل إن شاء الله. وبعد 3 أيام فقط وليد الركراكي غيعلن على لائحة المنتخب اللي غتواجه وديا كل من المنتخب موريتانيا ومنتخب أنغولا، واللي غنديروا فيديو خاص بهذا اللائحة بإذن الله، خصوصا وأنها غتعرف عودة العديد من الأسماء صفوف الأسود وكذلك تواجد أسماء جديدة ومن أبرزهم بطل هذا الفيديو إبراهيم دياز. هذا الأخير هو اسم متألق مع نادي ريال مدريد حاليا، وكيف ما شفنا كاملين إبراهيم بداش الموسم بأحسن صورة مع النادي الملكي ولكن فرض راسه بقوة مع مرور المباريات وتبت إمكانياته الكبيرة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكذلك للجمهور المدريدي واللي كانوا كيطالبوا أنه يكون أساسي مع الفريق. وبالتزامن مع هذا الشيء كانت مطالبات من قبل الجمهور كذلك باش يكون إبراهيم دياز متواجد مع المنتخب الإسباني، ولاعب بحال هذا الشاب ما خصوش يضيع من إسبانيا خصوصا من بعد الأداءات الكبيرة اللي قدمها في مباريات حاسمة وصعبة للميرينغي. وكذلك الإعلام الإسباني طرف هذه الضجة وطالبوا بقوة باش يكون هذا اللاعب في صفوف منتخب لاروخا ويسدوا الباب في وجه الجامعة الملكية والمنتخب المغربي اللي حتى هما كانوا باغيين خدمات دياز وباغيين كذلك أنه يحمل ألوان قميص المنتخب الوطني. والمدرب لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا وضع الاسم ديالو في اللائحة الأولية اللي غتكون في التوقف الدولي في هذا الشهر واللي غتواجه كل من منتخب البرازيل وكولومبيا. الصحافة الإسبانية استغلت هذه الفرصة وقالت بلي إبراهيم دياز اختار تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من المغرب. طبيعة الحال هذا الشيء كان خلق جدل كبير في الشهر الماضي خصوصا من بعد ما كانت الأخبار والمعطيات كتشير بلي دياز كان قريب من أي وقت لتمثيل المنتخب المغربي، ولكن الصحافة الإسبانية كل هدف ديالها هو الضغط على هذا اللاعب. ولكن في المقام الأول والأخير الاختيار كيكون من نصيب اللاعب واختيار إبراهيم كان هو المغرب. واللي تأكد هذا اليوم كانت العديد من الأخبار والصحف كتقول بأن هذا اللاعب حسم في قراره واختار المنتخب المغربي، وهذا الشيء كان قبل أشهر من هذه اللحظة بعد مسلسل طويل كانت بدايته من سنة 2018. قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمجهودات كبيرة باش يتم إقناع هذا اللاعب والمدربين كذلك اللي كانوا من ضمن هذا الملف سواء المدرب الفرنسي هيرفي رونار، البوسني واحد خليلوزيتش أو المدرب الوطني وليد الركراكي اللي بدورهم قاموا بمحاولات كثيرة من أجل إقناع هذا الشاب بتمثيل المنتخب، خاصة وليد الركراكي اللي تحدث معه شخصيا والمرات عديدة. المرة الأولى كانت في إيطاليا بحيث مشى وليد باش يتكلم مع هذا اللاعب ويعرف قراره. المرة الثانية كانت في مدريد والمرة الثالثة كانت بالمغرب وتحديدا في مركز محمد السادس بمعمورة. والمرة الأخيرة كانت في مدريد مرة أخرى من بعد انتهاء المنتخب المغربي من لاعب نهائيات كأس أفريقيا بساحل العاج. إبراهيم دياز سابقا كان متشبث بشكل كبير بفكرة أنه يلعب للمنتخب الإسباني وكان شارك فعلا في مباراة مع منتخب لاروخا سنة 2021 ومن هذه المباراة ما تمت المنادات عليه حتى مرة بالرغم من أدائه الكبير اللي كان كيقدمه مع نادي إي سي ميلان وكان تعرض لتهميش كبير من قبل مدربي المنتخب الإسباني. هنا شافت الجامعة الفرصة مرة أخرى من أجل إقناع اللاعب لتمثيل المنتخب وتم إعادة فتح الملف دياله مرة أخرى من بعد ما كان تم إغلاقه في مرة في أحد الأوقات. وهذه المجهودات عطت الأكل ديالها وهو إبراهيم دياز اختار تمثيل المنتخب المغربي بالرغم من الاهتمام اللي كان عنده من قبل المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي اللي بعد تألقه الملفت مع نادي ريال مدريد والمطالبات الكبيرة من قبل الجماهير والصحافة وضع الاسم دياله في اللائحة الأولية اللي غتكون مع المنتخب الإسباني في التوقف الدولي المقبل وفتح ليه المجال
باش يكون مع منتخب لاروخا في الاستحقاقات المقبلة. وفي مقابل هادشي تحركات الجامعة المغربية ومن ضمنها مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي باش يحسموا في هذه القضية. وهناك اللقاء الأخير ما بينه وما بين إبراهيم واللي كان من المقرر مسبقا أنه يكون اجتماع ما بين المدرب واللاعب بهدف الاستقرار على الموعد النهائي والمثالي الإعلان استدعاء لتمثيل أسود الأطلس الأول مرة في مشواره الاحترافي، خاصة من بعد ما اتفقوا الطرفين على تأجيل الفكرة كاملة حتى يسدل المنتخب المغربي من بطولة الكأس أمم الإفريقية. وكانت الصحافة المغربية استدلت بهذه الأخبار من مصدر مسؤول داخل الجامعة المغربية، واللي نفس هذا المصدر كان قال بلي أن المدرب وليد الركراكي ما قدمش دعوة رسمية لدياز من أجل تمثيل المنتخب في كأس إفريقيا بسبب رغبة اللاعب، واللي كان كيفضل أنه ما يغامرش بمستقباله والفرصة اللي كانت تحت ليه من قبل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، ولكن غيكون جاهز ومستعد لتلبية الدعوة والحضور مع كتيبة المنتخب المغربي في الأيام المقبلة. وكيف ما قلت في الفيديو السابق بخصوص هذا الموضوع، المنعطف الأخير في قصة إبراهيم دياز غيكون هو التوقف الدولي القادم في هذا الشهر إن شاء الله، إما تأكد الأخبار اللي قالت باللي غيمثل المنتخب المغربي أم أنه غيختار البلد اللي ترعرع فيها واللي هي إسبانيا. وفعلا هذا الشيء اللي وقع قبل أيام من إعلان وليد الركراكي على الأسماء اللي غتكون مع المنتخب في التوقف القادم، تم تأكيد اختيار إبراهيم دياز لتمثيل أسود الأطلس. وهذا اللاعب غيكون إضافة كبيرة وكبيرة بزاف للمنتخب الوطني المغربي، خصوصا من بعد الإقصاء في كأس إفريقيا والخروج المخيب للآمال، وكذلك أننا متبوعين باستحقاقات مهمة مستقبلا أهمها كأس إفريقيا السنة المقبلة. لهذا الإضافة ديال إبراهيم دياز غتكون مهمة بزاف، خصوصا في الشق الهجومي. لاعب عنده إمكانيات كبيرة من ناحية المهارة الفردية والحلول اللي كيقدمها لنفسه ولزملائه في كل مباراة كيلعبها مع نادي ريال مدريد، زائد أنه كيمتلك ميزة كنفتقدوها بزاف وهو عامل الحسم أمام المرمى، وهذا الشيء صراحة ممتاز حيت صعيب تلقى لاعب شاب وسنه صغيرة وعنده لمسة أخيرة جيدة أمام المرمى، وغيشكل قوة هجومية كبيرة لأسود الأطلس، وإن شاء الله يكون واحد من الأسماء الحاسمة والمؤثرة في صفوف المنتخب ويسد لنا الخلل الهجومي اللي من ديما والمنتخب الوطني كيعاني منه، ويكون هو الحل العقم التهديفي. حاليا كنا غنتظروا تأكيد الخبر بشكل رسمي واللي غيكون يوم 14 مارس من قبل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، واللي في هذا اليوم غيعلن على لائحة المنتخب اللي غتلعب ضد منتخبي أنغولا وموريتانيا. أما الآن فغادي نساليو واحد من أطول المسلسلات وغنسدو واحد من أطول الملفات اللي تم المعاينة ديالو من قبل الجامعة الملكية المغربية، وبإمكاننا نقولوا أن إبراهيم دياز بشكل رسمي غيحمل قميص المنتخب الوطني المغربي. شنو هو الرأي ديالكم في هذا اللاعب؟ واش فعلا كيستحق هاد الضجة وهاد الهالة الإعلامية اللي كانت حوله؟ واش غيكون واحد من نجوم المنتخب الوطني في الوقت الحالي وكذلك مستقبلا؟ واش اختياره للمنتخب غيأثر عليه مع نادي ريال مدريد ومع جمهور النادي الملكي؟ بغيت نشوف آراءكم في التعليقات.